السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبادي زهير في حلقة جديدة، واليوم رجعنا لكم في آخر حلقة من السيزون السادس في أرت ماينر. هذا تقريبا رابع سيزون لي في أرت ماينر، دخل سيزون الثالث وحاليا سيزون السادس و مواصلين في الإبداع والحركات الجميلة هذه. قبل لا أبدأ وأقول لكم إيش راح نسوي بحلقة اليوم، أعطينا لايك الله يسعدك، وإذا مو مشترك قناة اشترك، وأعطينا كومنت علو زي كذا إيش شفت أفضل شيء في السيزون هذا أنا سويته، أوكي؟ أفضل محل، أفضل مشروع، افضل لعبه، افضل مبنى، اي شيء اكتب لي اياه في الكومنتات. وحاليا راح نبدا واقول لكم ايش راح نسوي في حلقه اليوم. طيب يا جماعه الخير، انا بديت في السبون هنا، وراح اول شيء اسوي اني راح اروح على محلاتي كلها واخذ كل الدايموند اللي فيها عشان اشوف الارباح يلي جمعتها من كل محلاتي، واشوف الثروه اللي عندي كلها كامله مع الموجوده اللي عندي في البيت مع الموجوده اللي في اندرتشست. فحاليا بشكل مره سريع راح نبدا بمحلاتنا اللي تقريبا صايره في جهه الريفي، اللي صار في اخر جهه الريفي اللي هو محل الجلاس تدريجيا، واحنا رايحين للالعاب للمودرن. فهمتوا علي كيف؟ راح اخذ كل الدايموند حتى الجوائز اللي حاطها، كل شيء راح اخذه يا جماعة الخير. صراحة ذا السيزون تقريبا انا اديت مستوى في الريفي واديت مستوى شوي في المودرن، نقدر نقول تقريبا في كل منطقة في السيرفر عندي محل فيها، تقريبا في كل جزء عندي محل فيها. تقريبا المحل هذا ما جايب لنا ولا شيء، يعني اظن اخر فترة ما اخذ الدايموند اللي فيه، فهذا المحل ما جايب لنا ولا شيء، اذكر حتى عبينا الفترة الماضية. فهذا المحل الاول ما فيه ولا اي شيء. نروح على المحل الثاني اللي تقريبا اللي هو هذا المحل، وممكن توقع انه ما راح نلاقي في كل المحلات دايموند، لانه الفترة الماضية او الفترة الاخيرة زي ما انتم شايفين انا ما قدرت انزل عن السيرفر، اغلبية الشباب ما قدرت انزل عن السيرفر، وتقريبا المشاريع صايرة قليلة او ما صار في اي مشاريع جديدة صراحة. طيب هذا بعد الثاني، المحل الثاني ما فيه ولا اي شيء، هذا المحل ما ظننت فيه وما فيه ولا شيء، لانه اوكي في شيء لانه انا ما عبيته اخر مرة ولازم كنت اعبيه وكذا. المهم علينا، المهم هذاك لازم كنت اعبيه وسحبت عليه صراحة. طيب المحل ثالث، والله ما بعد كم محل، المهم بدخل هنا وبشيك. اوكي في دايموند، حلو ناخذ الدايموند هذا كله يا جماعة الخير. وزي ما قلت لكم يا شباب، ابيكم في الكومنتات تقولوا لي ايش الافكار، ايش المحلات اللي عجبتكم اللي بنيتها، ايش الالعاب بعد اللي عجبتكم اللي بنيتها انا، المشاريع المباني، ابي تقولوا افضل الاشياء اللي انبنت في السبون. اللي متابع الحلقة من بدايتها الى الان راح يعرف كل المشاريع اللي انا بنيتها، واللي في ناس مهم، في ناس ساعدوني فيها والاشياء هذه. زي عندكم هذه النافوره، ذياب ساعدني فيها واشتغلنا عليها انا وياه، يعني هذا من مشاريع الاشياء اللي ساعدني فيها احد والاشياء هذه. طيب ايش عندنا بعد هذا؟ ما اظن احد شرف في هذا، اخر مشروع سويته ما اظن جاب مبيعات كويسه، ولكن يعني صراحه انا مره عجبني المحل ولكن ما جاب اي مبيعات، لانه زي ما قلت لكم الفتره الماضيه ما في احد كان قاعد يدخل السيرفر. ويا طيب عندنا ايش هناك؟ في محلات؟ ما في محلات. عندنا محل الماشروم هذا، ما اظن هذا افشل محل سويته صراحه، وانا اعترف بهذا الشيء. ما احد شرى من المحل حقي هذا ولا سوى اي شيء. اوكي الان 20 حبه دامج، تمشي الحال، ولكن مو العدد اللي انا ابيه صراحه. واصلا اظن الحلقه الماضيه ولا اللي قبلها جاي وقاش كل الدامج اللي موجود هنا، فما اظن يعني هل راح يصير في مبيعات. زي ما قلت لكم ما في اي مبيعات، زي السوق ناشف يا جماعه الخير، ما في احد قاعد يشتري، ما في احد قاعد، في سلع قاعد تنعرض ولكن ما في احد قاعد يشتري. هذا اللي صاير في حاليا في ارت مان. اوكي ثلاث حبات نعمه يا جماعه الخير. اوكي بعدكم اي مشكله، احنا راح نقش كل الدامج اللي عندنا، كل عفشه راح نقشه، حتى الجوائز والاشياء ذي كذا راح نقشها يا جماعة الخير. حاليا خلاص منطقة الريفي، راح نروح لمنطقة الألعاب والحافظ الله. منطقة الألعاب ما أظن حاط جواز إلا أظن الجواز اللي كانت هنا أخذتها أنا على الأغلب. في 8 بلوكات دامد راح أخذها، ذولي هنا لو فيهم بلوكات دامد راح أخذهم. هذا أكل ديرت إليتراد، هذا ما في ولا أي حبة دامد، ولا هنا ولا هنا. هذا 8 بلوكات حبة دامد أخذناها، واللعبة ذي اللي تقريبا ما احد فاز فيها راح اخذ. ايوه الدامج اللي فيها اللي تقريبا، الو وين الدامج اللي فيها؟ الو اخذته انا ولا ايش؟ شكلي اخذت الدامج انا على اغلب الجائزة اللي كانت حطيتها، اظن دفعتها ضريبة ما ادري. اوكي هذه بعد اعطينا اياها الله يسعدك.
جبنا فيها العيد. ما احد راح يلعب اللعبه، فراح اخذ الدامج هذا كله كامل يا جماعه الخير. ما اظن احد راح يلعب اللعبه هذه. طيب ايش لعبه بعد عندنا جوائز فيها؟ لعبه عندنا جوائز فيها على الاغلب، على الاغلب في المنطقه هذه ما عندنا هذه اللعبه ما فيها جوائز. وعندنا عندنا هذه اللعبه ما فيها جوائز، هذه ما فيها جوائز. عندنا وين في جوائز، وين في جوائز، وين في جوائز؟ او هذه 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 اظن فيها استاكات مستكه. شوفوا هذه كلها الارباح تمام. ما اظن الارباح، هذا لسه في اشياء هنا فراح اخذها، راح اخذها بالفورشن تمام. واذا عندي ظن عندي اورات، على الاغلب عندي اورات انا، فراح اصير اكسرهم. راح اخذ الاورات كلها حقتي دي، حقتي دي. يعطيكم العافيه، الله يسعدكم جميعا. صراحه السيرفر صار له فتره مره كبيره، تقريبا بديناه قبل رمضان، تقريبا بديناه في اواخر شهر 2، فيعني باقي له كم، باقي له شهر وشوي كذا ونطبق السيرفر، صار له سنه يعني. فهمتوا علي كيف؟ في كثير اشياء سويناها صح في السيرفر، مره احنا مفخرين فيها، وفي اشياء صراحه قلنا لازم نتعلم منها ونصححها بالفترة الجاية يعني، أو في السنوات الجاية بإذن الله. في كثير أشياء، في كثير أشياء صراحة. أوكي عندنا اللعبة هذه، اللعبة هذه يا جماعة الخير أنا حاط فيها جوائز، فراح أخذ الجوائز اللي فيها. يسعدكم، الله يسعدكم يعني. هم أنا حاط لكم جوائز، أظن في ناس لعبت فيها وفي ناس خسرت وفي ناس ربحت. فإلى الآن والله يشوف المجموعة الدام اللي طلعها من محلاتنا يعني الجواز والأشياء دي أظن نص الثروة حقتنا. وأهم شيء، أهم شيء جميل الأسطورة يا جماعة الخير، هذا شايفين هذا، هذا هو هذا، هذا هو الشخص هذا، هذا شوفوا لو ضغط عليك كذا في عنده بلوك قدام، البلوك قدام راح اخليه اياها، ما راح اخذها. الله يسعدك يا جميل، هذا معنى من بدايه السيرفر يا جماعه الخير، معنى من بدايه السيرفر عشان تعرفوا انه جميل انسان وفي وصبور. يا اظن ما في عندي العاب ثانيه في المنطقه هذه غير انه هذه ما فيها دايموند. اظن بنكتفي بكذا، نروح لمنطقه المودرن هذه اشتغلت عليها انا اخر فتره. عندنا هذا المحل حقنا. الجهه هذه ما اظن فيها اي شيء، عندنا الجهه اللي فيها شيء اللي هي داخل هناك بس، ولكن خليني اخش على محلنا هذا اللي ما في اي باب، اشوف هل في اي ارباح، اربع حبات دامج. نعمه صراحه هذه النجت ما ادري كسرها. اظن على الاغلب اندرمان. هنا في شيء، ما في شيء. اوكي يا سلام، راح حل امر على ايش المشاريع حقي. طيب بعد ما خلص من فرط الاسبوع اللي راح نسوي انه راح نروح لمنطقتنا، راح اوريكم اياها قبل وبعد، فهذا الشيء راح يصير في الريبلاي طبعا، راح اوريكم اياها. ولكن قبل ادخل منطقتي اوريكم ايش صار في منطقتي، طبعا اشتغلت على منطقتي الفتره الماضيه، ف راح اوريكم لقطه الريبلاي انه اشتغلت عليها وكذا. بس خلينا الحين نكمل فرطنا في في منطقه شو اسمه المودرن. محلات الطرف ما اظن عندي، عندي محل البنرات هذا. ما اظن جانا اي شيء، ف نشيك تشيك مره بسيط. نوب ما جانا ولا اي شيء. غير كذا اللي هو عندنا محل يا جماعه الخير، محل السمك. تقريبا هو اخر محل عندي في المودرن على الاغلب، على الاغلب يعني 20 حبه. احم وينها؟ هاتني اياها لو سمحت. 20 حبة، اوكي حلو. صراحة افضل محل في المودرن جاب لي شغل محل السمك صراحة. الارباح حقته كانت مرة رهيبة من المشاريع صراحة اللي استمتعت فيها وانا ابنيها وانا اجمع السمك صراحة، من الاشياء اللي استمتع فيها صراحة. السيزون الماضي من ارت مايز انا بعد كان عندي محل سمك صراحة، وكنت مرة مستمتع فيه وانا ابيع وانا اجمع السمك والاشياء هذه. حلو، ما اظن صار عندنا اي محل ثاني. هذه الارباح تقريبا اللي طلعناها من محلاتنا تقريبا كلها مع الجوائز والاشياء هذه، فهذه الثروه حقتنا حاليا بالسبون. ولكن عندي في الاندر تشست وعندي بعد البيكون اللي حاطه في منطقتي. فيا شباب حاليا راح اوريكم لقطه اشتغلت فيها على منطقتي عشان انهيها كامله تمام. كان ودي اضيف اشياء زياده ولكن هذا تقريبا اللي قدرت الحق عليه اني ابني في السيرفر. اطلع لكم حاليا ريبلاي بسيط كذا وانا اشتغل على شيء في منطقتي. اوكي كنت بقول منطقه العاب، انا اشتغل على شيء في منطقتي، ولما يخلص الريبلاي راح ارجع ونتكلم ما بعد قليلا ونحسب الارباح الدامج هذه كلها.
ومن الأشياء الشباب اللي كان ودي أسويها في المنطقة عندي اللي هو طريق من اللي يربط بين النذر هاب واللي هو بوابتي هذه، كان ودي أسوي طريق كذا بتصميم حلو، ولكن زي ما قلت لكم ما لحقت أو ما قدرت أسويها، فهمتوا علي كيف؟ فخلينا حاليا خلينا ندخل منطقتي بعد ما شفت الريبلاي، اشتغلت على منطقتي في الطرقات، هذا الشيء تقريبا الشيء اللي كان ناقص في منطقتي، ناقص كثير اشياء ولكن هذا يلي تقريبا لحقت اسويه. و خليني ارجع واقول لكم شيء، راح تلاحظوا خلينا طول اطلع المنطقه عاليه في منطقتي اللي هي تقريبا البيت الرئيسي حقي اللي هو هذا. طيب لاحظتوا انه هذه المنطقه فاضيه، تمام؟ هنا كلو تعرفوا اللي هو ايش الاكشاك حقتنا او السوق الشعبي حقنا. المنطقة هذه خليتها فاضية عشان أبي تحملوا العالم وتورونا أبداعكم في المنطقة هذه، تمام؟ شوفوا المنطقة يمديكم تبنوا أي شيء فيها هناك، فأبنوا ليها وصوروا ليها في الانستغرام في التويتر والأشياء اللي أرسلوا ليها، وأنا بإذن الله راح أشوف وأعطي رأيي وممكن أنزلها عندي ستوري إذا كان الشيء مرة مرة رهيب. هذه تقريبا منطقتي يا جماعة الخير، بدينا في بيت صغير هنا، مرة مرة اختلفت منطقتي يا جماعة الخير. طيب حنا عشان تشوفوا الاختلاف الكامل اللي في منطقتي راح نرجع للقطة ريبلاي، تمام؟ أوريكم كيف كانت منطقتي قبل وكيف صارت بعد، كيف كانت قبل لا أبدأ أعدل على القراص والبحيرات والجبال والتسطيح هنا، أوريكم كيف كان شكلها قبل وكيف صار شكلها بعد. طيب رجع لكم يا جماعة الخير وجمعت ثروتي وتقريبا ما طلعت مرة كثيرة، بس تقريبا طلعت هاستاكات و14 بلوكة راضي فيها انا، صرفت كثير اشتريت اخذت كثير، ما ادري اظن انه هذه اللي قدرت اجمعها، ممكن اقدر اجمع زيادة ولكن هذا اللي يكفيني صراحة. يعني شوفوا الحين جمعت زيادة ما بدني اخذهم معي لسيرفر ثاني، فهذه راح تظل لكم يا جماعة الخير، هذا الدابد لكم. المهم خليني اتكلم كلمه بسيطه قبل لا ننهي الحلقه هذه، لانه هذه الحلقه تقريبا زي ما قلت لكم اخر حلقه بالسيزن هذا. يعطيكم العافيه جميعا على دعمكم من بدايه السلسله الى هذه الحلقه اللي هي الحلقه الاخيره. الله يسعدكم جميعا، كل من اعطاني افكار، كل من كتب كومنت يسعدني، كل من كتب كومنت يحفزني. واظن حلقه اليوم مو مره طويله ولكن هذا اللي تقريبا اخر شيء بدينا نسويه في اخر حلقه في السيرفر. يعطيكم الف الف عافيه يا جماعه الخير، نشوفكم ان شاء الله في سيزونات ثانيه اذا كان في سيزونات ثانيه باذن الله. كان معكم عبادي ونشوفكم في الحلقات القادمه وفي امان الله.